لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار لمنهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لنا سهلا، فسهل لنا أمورنا ويسر لنا عسيرنا، وجعلنا من الذين يعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. وبعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية الكريمة نزلت عقب ما وقع عندما استبدل الله عز وجل أمر رسوله بأن يستبدل القبلة، وقد كان النبي الكريم يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمره الله تعالى بأن يحول القبلة من المقدس من 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 المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي لك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعد هذه الحادثة، أي تحويل المسجد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وقع لغط كبير من قبل الناس كما في كل زمان وفي كل مكان، حينما كان يقول هؤلاء اليهود أو غير اليهود من المنافقين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ويكادون يختلقون من هناك وهناك الكلام والتعاليق، بل كانوا يلجؤون في كثير من الأحيان على عادتهم إلى تحريف الكلام عن مواضعه، بل تحريف الكلام من بعد مواضعه، ويقولون ويضيفون ويكذبون على الله تعالى وعلى رسوله. الله عز وجل يبين لهم في هذه الآية الكريمة أن القضية ليست قضية تولية المسجد نحو الشرق أو نحو الغرب، نحو هذا المسجد أو ذلك المسجد، لأن الإيمان الحقيقي يقتضي بأن الإنسان لا يبحث عن الله تعالى في المعبد، ولا يبحث عنه في هذا الشهر أو ذلك الشهر، في ذلك المكان أو في ذلك المكان، لأن الإنسان الذي يبحث عن البر، يبحث عن الله، يبحث عن أجر الله، يبحث عن الإيمان بالله، لأن الإنسان الذي يبحث عنها في هذه الأماكن لن يجده إذ افتقده في قلبه. الذين يبحثون عن الله تعالى في المعابد لن يجدوه إذ افتقدوه في قلوبهم. وأن المسافات كما يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه فيما أوثر عنه، وهو الذي ورث العلم الشريف صاحب السيف والقلم، إن لله مسافات لا تقطع بالأقدام ولكن تقطع بالقلوب. فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة يرد على هؤلاء الذين يختلقون الأكاذيب من هنا وهناك، والذين يكثرون من قيل وقال، ويكثرون من السؤال، ويحرفون الكلام من هنا وهناك. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر ليس أن تصلي إلى هذه القبلة أو تلك، أن تصلي إلى الشرق أو إلى المغرب،
ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. ولكن البر ماذا تحمله أيها الإنسان في قلبك؟ لأن البر الحقيقي هو هذه الذي تترجمه الأعمال وليس الأقوال. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، بعد هذا الإيمان تأتي هذه الأعمال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله تعالى يبين لهم بأن العبادة في الإسلام، بأن العبادة الحقيقية في الدين ليست طقوس تؤدى هكذا. يكفيني أن أوجه وجهي إلى تلك الجهة، إلى هذه الجهة أو تلك، أو يكفيني أن أقوم بعبادة كما يقوم بها أهل الطقوس. المهم أنني أصلي، المهم أنني أصوم، المهم أنني أفعل هذه الشعيرة أو تلك الشعيرة. ثم هذه الشعائر إذا لم تكن لها ثمرات التي تجسدها الأفعال، ما قيمتها؟ الله تعالى لم يفرض عليك أيها الإنسان أي عبادة بدون أن يحدد غايتها. إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم لعلكم تتقون، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى ضد العدوان في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مؤشر صحة عقيدتكم أو تدينكم أو عباداتكم كلها، مؤشرها يجب أن يرى وأن يوقف عليه في الميدان الذي يلتقي فيه الناس. مؤشر العبادة الصحيحة التي يقبله الله عز وجل يجب أن يظهر في سوقنا، يجب أن يظهر في معاملتنا، يجب أن يتجسد في علاقاتنا المختلفة. وتجسد هذه الأعمال التي أشارت إليها هذه الآيات، سواء تعلق العلاقة بالمعاملة مع هؤلاء الناس، هذه الفئات التي ذكرتها الآية، الفئات التي تحتاج إلى خدمتنا، تحتاج إلى مساعدتنا، تحتاج إلى إنفاقنا، وتحتاج، أو هذه الأفعال التي تظهر في ساحة الوغى، أو في الأحوال التي تطرأ على الناس، لأن الله عز وجل خلقنا ليبتلينا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه هي حقيقة البر. حينما تبرز أعمالك مع الآخرين، البر الذي تتخذه كعنوان، أو الدين الذي تتخذه كعنوان، أو العبادة التي تتخذها كعنوان، تظهر قيمتها من ثمار التي تنتج عنها، والثمار التي تنتج عنها تجسدها كذلك علاقتك بالآخرين، علاقتك بالمجتمع الذي تعيش فيه، علاقتك بالفئات هذه المجتمعية أو الضعيفة التي تحتاج إليك. دورك في هذه الأحوال التي تطرأ تتبدل وتتغير وتقع في الأحداث وتحتاج إلى مناصرة وتحتاج إلى إنفاق وتحتاج إلى مواقف وتحتاج إلى دفاع وتحتاج إلى الوقوف أمام الظالمين وتحتاج إلى إقامة العدل وتحتاج إلى زرع الإحسان وزرع الأخوة. كل هذه الأفعال
هي التي تبين حقيقة البر، هي التي تبين صحة العقيدة، هي التي تبين صحة العبادة. أما عدا ذلك من شعارات فما هي إلا طقوس لا تسمن ولا تغني من جوع. أعاذني الله وإياكم من هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.